مرحبا، اليوم رح أشرح آخر إشي بـ Unit 3 واللي هي Unit 4 هي Module 3 كل التمارين اللي لها علاقة فيها إن شاء الله، وهيك بتكون المادة خلصت للنظاميين. أول تمرين معانا اللي هو Complete the following sentences from the words given in the box، إنه نكمل الجمل من خلال الكلمات اللي بالbox. أول شي لازم نعرفهم إنجليزي، إنجليزي عربي وإملاء. Groundbreaking معناها جديدة، يعني كيف لما تحكوا هذا الإنجاز كسر الدنيا، هيك قصدهم بالgroundbreaking، يعني مثير جدا. Polymath عالم متعدد الثقافات أو جوانب الدراسية. Inheritance معناها ميراث. Revolutionized معناها أثار ثورة. Mathematician معناها عالم رياضيات. أول فرع معنا هو A. فراغ is a person who studies maths to a very complex level. هو شخص بيدرس رياضيات لأعلى مرحلة، أكيد رح تكون mathematician. تمام. 2. A person, a physician, أبو علي سينا was a sort of universal genius. هو شخص فيزيائي فارسي. مين هو؟ إيش ممكن تكون؟ أبو علي سينا was a sort of universal genius اللي هو polymath، يعني هو من عباقرة العالم. Okay. 3. My friend was honored for her فراغ work in unclear physics. يعني صديقي أو صديقتي كانت أو كرمت عشان الـ groundbreaking work، لعملها الجديد والمثير في مجال الفيزياء. هي groundbreaking. رقم 3. Honored معناها كرمة. 4. إبراهيم began his own business with the فراغ he got from his father or grandfather. إبراهيم بدأ بمشروعه بورثة أو ميراث حصل عليه من جده. Inheritance ميراث. إذن رقم 1 جوابها mathematician. 2 رح يكون جوابها polymath. 3 جوابها groundbreaking. 4 معناها جوابها inheritance. المثال اللي بعد complete the sentences with the given words in the books، برضو بدنا نكمل الجمل باستخدام الكلمات اللي بالصندوق. philosopher معناها فيلسوف. chemist معناها عالم كيمياء. mathematician معناها عالم رياضيات. طبعا احنا عندنا عالم رياضيات وعندنا عالم حساب برضو. تمام. اوكي. polymath معناها عالم متعدد الجوانب او الثقافات، يعني بيكون بيعرف عن كثير اشياء، دارس كثير اشياء. arithmetic علم الحساب. geometry علم الهندسة. physician تيجي معنيين، معنى فيزيائي ومعنى طبيب حسب موقعها من الجملة. نشوف 1. My father teaches maths. والدي يدرس رياضيات. He is a هو mathematician عالم رياضيات. 2. You must or you mustn't take in medicine without consulting a. يحكي لنا لا يجب عليك أن تأخذ الدواء، medicine معناها الدواء، بدون استشارة الفيزيشن الطبيب. أوكي. 3. We learn about shapes, lines and angel هاي لازم تكون angles. الواي سوري ال اي مش اي ال هيك.
تصحيح الكلمة هاي. تمام؟ أوكي. When we study بحكي إن إحنا نتعلم عن الأشكال وعن الخطوط وعن الزوايا لما ندرس، أكيد علم الهندسة يعني. أوكي. أوكي. بطلت تقلب الصفحة مبدئياً، مش مشكلة. اللي هي الجيومتري. عندنا هون رقم 4. Mr. Shaheen is a true فراغ working in all kinds of creative and scientific fields. حكينا Mr. Shaheen. Mr. Shaheen هو a true polymath، رح يكون عالم. A true polymath يعمل في العديد من الجوانب الإبداعية والمجالات العلمية. تكون polymath. Okay. هيها polymath. Okay, just wait. Polymath. عشان تركزوا، أول واحدة جاوبناها mathematician، ثاني واحدة جاوبناها physician، رقم ثلاثة جاوبناها geometry. هيها geometry this one. ورقم أربعة جاوبناها polymath. خمسة. رمزي is very good with numbers and calculations. رمزي جيد في الأعداد والحسابات. He always scores high in، دائما بيحصل علامات عالية في علم الحساب، اللي هو arithmetic. آخر فرع، a فراغ is someone who thinks and writes about the meaning of life. وشخص يفكر، thinks معنى يفكر، writes يكتب عن معنى الحياة، أكيد هو الفيلسوف، philosopher. هيها this one. السؤال اللي بعد، بدنا نستخدم هدول المصطلحات عشان نحطها جنب تعريف كل واحدة فيهم، ولكن لازم نعرفهم على الأقل بالعربي. talent معناها موهبة، founder معناها مؤسس، scales معناها موازين، laboratory معناها مختبر، arithmetic معناها علم الحساب، polymath هو عالم متعدد الجوانب الثقافية أو الدراسية. نحكي لنا هون an expert in many subjects، خبير في عديد من المواد. شو رح تكون؟ من هو الخبير العديد من المواد؟ أكيد رح يكون polymath. Job number one. Two. A room for scientific experiments. قلنا غرفة للتجارب العلمية. أكيد رح تكون اللاب. Laboratory. ثلاثة. The person who starts something new. الشخص الذي يبدأ بإشي جديد. Such as an organization or a city. يعني منظمة أو مدينة. فهو أكيد رح يكون founder. Founder معناها مؤسس. أربعة. An instrument to measure weight. أداة لأقيس فيها الوزن. أكيد رح تكون scales. The study of numbers. دراسة الأرقام هي لها علاقة بالarithmetic. Special ability اللي هي قدرة مميزة. أكيد رح تكون الموهبة اللي هي talent. إذن كمان مرة، الأولى جوابها polymath، الثانية جوابها laboratory، الثالثة جوابها founder، أربعة scales، خمسة arithmetic، وستة talent. أوكي، نروح على التمرين اللي بعد. هاي أوكي. هدول اسمهم collocations واللي هما متلازمات، يعني كل كلمة تيجي مع كلمة تانية بشكل ومعنى. بدنا نعرف إنه urban مع planning، أنا حاطة إشارة الزائد إنه هاي مع هاي، لأنه يعني يمكن تيجي من الفراغ وكل كلمة بجهة يعني. urban planning معناها التخطيط الحضاري،
biological waste معناها الفضلات البيولوجية، public transport معناها المواصلات العامة، carbon footprint معناها انبعاث الكربون أو أثر الكربون، negative effect اللي هي أثر سلبي، وإيكونوميك جروث اللي هو النمو الاقتصادي. بدنا نستخدم هاي المتلازمات عشان نعبي الجمل. 1. When people talk about، لما الناس يحكوا عن الفراغ هاد، they can mean either an improvement in the average standard of living، يعني إما يقصدوا تحسن في معدل أو في معدل المستوى المعيشي، أو an increase، زيادة في قيمة منتجات البلدة. أكيد هم بيحكوا عن النمو الاقتصادي. إذن 1 جوابها النمو الاقتصادي. إذن improvement تحسن أو تحسين، average معدل، standard مستوى، living معيشة، increase تلفظ هون إنها اسم، زيادة، value قيمة، countries product منتجات البلدة. شفتوا؟ بقولنا pollution has some serious فراغ on the environment. التلوث، pollution معناها التلوث، إلو إشي جدي يعني أو خطير على البيئة، مثل موت الحياة البرية وال يعني الحيوانات والنباتات قصدهم فيها. أكيد إلو أثر سلبي اللي هي negative effect. تمام؟ 3. We can all work hard to reduce our، كلياتنا بنقدر نعمل بجد عشان نقلل من الإشي، عن طريق عيش حياة تكون أو نمط حياة يكون برضو صديق للبيئة اللي إحنا فيها، اللي هو نقلل من انبعاث الكربون، carbon footprint. 4. If we take فراغ more often، there will be fewer cars in the roads، which will result in cleaner air in our cities. قلنا إذا بناخد فراغ أكتر رح يصير عندنا سيارات أقل في الطريق، والذي سينتج عنه هواء نظيف، أكيد اللي هو المواصلات العامة، public transport. 5. Hospitals need to dispose of a lot of فراغ and it should be carefully managed because it can be dangerous. وإن المستشفيات تحتاج لأن تتخلص dispose تتخلص من الإشي، و and it should be carefully managed يعني يتدبر الأمر بشكل حذر أكتر لأنه ممكن أن يكون خطير. أكيد إن المستشفيات بحاجة إنها تتخلص من البيولوجيكال ويست الفضلات البيولوجية. 6. The need for more effective، الحاجة لي إشي فعال، هلأ بنجاوبها، is evident we consider modern day problems like traffic، يعني الحاجة إلى التخطيط الحضري الفعال، هيك قصدهم، هو مشكلتنا اليومية يعني، ومثل الأزمة، يعني لو صار فينا تخطيط حضري فعال بالنسبة للأزمة كان إحنا مش بنواكبها اليوم، رح تكون urban planning. إذا الأولى جوابها economic growth، الثانية negative effect، الثالثة carbon footprint، هو بالصدفة يعني مرتبين، والرابعة public transport، 5 biological waste، و6 urban planning. أوكي، التمرين اللي بعد قلنا نكمل الجمل باستخدام هدول الكلمات. benefit معناها فائدة، farms نزايع، footprint انبعاث أو أثر، free خالي يعني فارغ مش موجود، friendly ودود أو صديق، waste فضلات أو مخلفات، listerian مشع، power معناها قوة طاقة، renewable متجددة طاقة متجددة، ويست برضو مخلفات. وقلنا in hot countries solar فراغ is an important source of energy. Okay.
وقلنا هون في المناطق الحامية solar power هي الطاقة الشمسية، هيك أظن فيها مهمة لمصادر الطاقة. green projects are environmentally، قلنا المشاريع الخضراء هي صديقة للبيئة، هي environmentally friendly. رقم ثلاثة wind farms، هون أنا مجاوبتها بالغلط يا guys، هاي المفروض أحذفها يعني. wind فراغ are an example of إشي، يحكي لنا مزارع الرياح اللي هي ال wind farms، نكون عارفين إنه ال wind مع farms this one، هي مثال على الطاقة المتجددة renewable. إذن الأولى جوابها power، الثانية جوابها friendly، الثالثة أول فراغ farms، وثاني فراغ فيها renewable. رقم أربعة بقولنا if a city recycles everything and doesn't throw anything away it is zero waste. بحكي لنا لما المدينة تعمل إعادة تدوير للأشياء وما ترمي إشي فهي هون رح تكون خالية من الفضلات zero waste. خمسة we burn carbon whenever we use oil, coal or gas. This is known as our carbon. قلنا لما إحنا نحرق الكربون عشان نستخدم نفط والفحم والغاز، هون إحنا هذا الإشي معروف به انبعاث الكربون، carbon footprint، انبعاث الكربون. ستة if we replace as much carbon as we burn we are carbon free. يعني بحكي لنا هون إذا إحنا نعمل استبدال للكربون اللي بنحرقه هون حيكون خاليين من الكربون free carbon free. سبعة a place where no cars are allowed is a car. برضو بقدر استخدم free a car is a car free zone، منطقة خالية من السيارات and it is pedestrian sorry okay pedestrian معناها مشاة. كمان مرة المكان الخالي من السيارات is a car free zone and it is pedestrian friendly وهو صديق للمشاة. تمام اوكي كمان مرة واحد جوابها power، تانية جوابها friendly، تالتة جوابها farms والفرع التاني منها renewable، أربعة جوابها zero waste، خمسة جوابها footprint، وستة جوابها okay we are carbon benefit. هلا benefit بمعنى فائدة. تمام هلا رقم ستة هي هون بحكي لنا اصلا اذا احنا بنعمل استبدال يس هاي مستثنى يعني قصدي رقم ستة اذا نعمل استبدال للكربون على قد ما بنحرقه هون احنا بنكون خليم الكربون. ورقم سبعة لها فرعين، الفرع الاول free zone والثانية رح تكون pedestrian friendly. pedestrian معناها مشاة. هيك بيكون خلصنا التمارين اللي لها علاقة بمودجول 3 اللي هي يونت 4 وجود لك. هيك بتكون المادة خلصت كقواعد وفقرات وتمارين إن شاء الله. الكريتيكال ثينكينج رح ألحقكم فيه بي دي اف للطلاب اللي بعتولي وشو رح يكون عندنا كمان بالنسبة لتست يور سيلف، الطلاب يفضل إنهم يحلوه وأنا أصلح لهم إياه. وضل عندنا إن شاء الله الأدب للمعيدين والوحدة الخامسة للمعيدين. So good luck.